أهم القضايا التي تمر علينا في فضاءنا المغاربي هذا هو الإرهاب وتسخير الشباب لهذا المرض الخبيث الذي تنامى واستأثر في فضائنا المغاربي. حقيقة إن الشباب هم الوقود لهذه الحرب المستعرة في فضائنا المغربي وتحديدا ليبيا. لو نتكلم عن ليبيا كان الشباب هم الوقود الذي استخدم في هذه الحرب وفي صراعنا مع الإرهاب تحديدا في منطقة بنغازي. ولكن الحقيقة أن الشباب هم قوة اقتراحية وهم قوة يجب أن تسخر لما فيه بناء الدول وما فيه هو لما فيه تسخيرهم للسلام وللنماء وليس للحرب وللموت والدماء. نعرف أنه حلم كبير يراود كل أبناء المغرب العربي الكبير أنه يقع توحيد الأمة المغاربية وتكون قوة على المستوى الإقليمي وعلى المستوى الدولي، لأنه في توحيدها ستصبح قوة اقتراح وقوة دفع وقوة تنمية وقوة اقتصادية. كل هذا ندرك جيدا أنه هناك أسباب داخلية وأسباب خارجية ساهمت في عدم نجاح استكمال الحلم هذا. نتمنى أنه من خلال الدورة الثانية هذه للقيادات الشبابية اللي مستقبلا ستكون هي القادة في دولها، وأنه إيمانها بهالموضوع هذا وبهالفكر هذا هو أنه يقودنا في يوم ما أنه نحقق هذا الحلم. هذا من ناحية يعني حلمنا كمغرب عربي كبير. من ناحية ثانية نعرف أنه منطقة المغرب العربي الكبير شهدت يعني في الفترة الأخيرة تنامي ظاهرة غريبة تكاد تكون عنا، بإرادة خارجية، بتحريض خارجي، بتشجيع خارجي، وأصبحت الآن اللعبة مكشوفة. ما هي الأهداف وما هي يعني الغايات هذا كله أصبح مكشوف. يعني حماية إسرائيل من خلال تدمير وتوزيع الخارطة السياسية والخارطة الجغروسياسية في الشرق الأوسط وما يسمونه هم بالشرق الأوسط الجديد. وفي هذا السياق نحن نهتم بقضايا الهجرة، لكون قضايا الهجرة هي أهم قضية تهم الشباب المغاربي اليوم، خصوصا وأننا معنيين بهذه القضية. والهجرة كما تعرفون على أنها واقع مؤلم، خصوصا فيما يتعلق بالهجرة السرية عبر المعابر البحرية والبرية التي تستنزف طاقات شبابية لمحيطنا المغاربي ولقارتنا الأم إفريقيا. وعنوان هذه القمة لهذا العام الشباب المغاربي قوة لإفريقيا. نحاول أن نتكامل مع بعضنا البعض وأن نطرح الرؤى والمفاهيم للقضاء والحد من هذه الظاهرة، وذلك بدراسة الكثير من المفاهيم. كما رأيتم قبل قليل كانت هناك ورشة عن الهجرة وحقوق الإنسان والسلم الأهلي وما إلى ذلك، ناقشنا فيها مواضيع مهمة من أهمها كيفية دمج الشباب، كيفية ولوج حجم المعطيات الكادر البشري لاستثماره في قوة إفريقيا وتنمية إفريقيا.